المهم البرنامج، البرنامج راه وفقنا الاتفاق عليه، راه موجود لنا رغم اهميته. احنا بكل صدق مادام الامر تعلق بابراز النقائص بتسجيل عمليات قصد تدارك، اذا هذه الاختلالات قصد ربما ارساء قاعده اساسيه لتمكين الولايه ان تنطلق فعلا بالنسبه للحركه النمويه التي نتمناها كلنا. اذا على السيد الوالي الان ان ينظم نفسه اما الان او هذا المساء مع ربما ممثلين اخرين من المملكه.